الجديد اللي راح نضوي عليه اليوم هو مغامرة رياضية من المتوقع أنه ترفع اسم لبنان عالي. الرياضي الدكتور ليندوس داو راح يكون بسباق تريتلون للمسافات الطويلة سويس مان اللي راح يقام بسويسرا ب 22 حزيران المقبل. أكيد هذا الموعد راح نضوي عليه مع دكتور ليندوس. أهلا وسهلا فيك معنا. بونجور. هي مش أول مرة بتكون ضيفنا ونشاطاتك مستمرة والهدف منها كتير حلو. أكيد خبرنا السنة شو راح يكون. السنة ب 22 حزيران حيكون في اكستريم تراياثلون بمنطقة جنوب سويسرا. هيدا تراياثلون للمسافات الطويلة يلي في منه ثلاثة بالعالم، بسكوتلاند بالنرويج وبسويسرا. بيتضمن ثلاث رياضات يلي هي بتبلش بسباحة بمستنقع بلاك حرارته 17 درجة لمسافة إلى حد ما يعني لمسافة 3.8 كيلومتر. من بعدها بتبلش مرحلة السايكلينج ل 180 كيلومتر صعودا إلى نقطع بثلاث جبال ثلاث قمم بالألب فوق 2400 متر. وهون أكيد بتغير المناخ، بيصير في سقعة، في نسفات تلج، ومن بعدها في نزول قاسي. واخر شيء بينتهي ب 42 كيلومتر ماراثون جبلي بامتياز، تريل رانينج، كمان صعودا الى جبل رابع اسمه كلين شيدينج. يعني هيدي ثلاث رياضات يعني قليل تنشوفها. يعني عاده واحد بيشارك بماراثون بيكون نوع رياضه واحد صح؟ هو رياضة التريتلون صارت شوي أكتر وأكتر معروفة بلبنان. عم بيصير في عنا تريتلونات بس مش هالمسافات الطويلة، يعني مش بهالصعوبة. عم نحكي مش مسافة بس، سايكلينج صعودا أو نزولا بالجهتين صعبة. يعني ايه هيدا بيطفي على السبق ميزة معينة بين التغيرات المناخية، بين الصعود يلي فيه. يعني في عنا 5500 متر فرق ارتفاع. هيدا الشيء يعني كل الوقت كنت عم بتمرن على الطلوع، يعني بجبال لبنان قريبة شوي صغيرة على جبال الألب بسويسرا. دونك كان كل تمرينات ان كان ركض او ان كان سايكلينج كنت عم بتمرن على الطلعات تقدر كون حاضر لهيدا الشيء. مثل ما قلت ب 22 شهر رح تخوض هالمغامره، كانت اعلن عنه من يومين بجامعه الروح القدس بالكاثوليك بمؤتمر صحافي. الهدف ليش؟ هو انا شخص رياضي كمان بعلم بعلم بالجامعة. دونك كمان بحب وصل رسالة للشباب انه يقدروا كمان يعملوا رياضة ويقدروا يتحدوا ذاتهم ويفوتوا بمسابقات عالمية. هيدا هالشي يعني تيكونوا موتيفيتد اكتر، تيكونوا انسبايرد اكتر، لانه عن جد بلبنان عنا الرياضة شوي منا هالقد يعني شاطرين بالمات يعني شاطرين او بالمواد الثانيه بالرياضه بيقدروا يكونوا ماشي حالهم باثنين سوا. والرياضه هي يعني نفس الشيء مثل ما واحد بيكون عم بيغذي عقله وعم بيكون عم بيغذي جسده بنفس الوقت، وبيكون عم يعمل سبور بالطبيعه. هيدا هالشيء كمان مميز عنا، يعني طبيعه لبنان كتير حلوه انه بيقدروا يستفيدوا منها، ومن خلالها كمان بيكونوا عم يكتشفوا طبيعه او مناطق لبنان. لانه من خلال التمارين اللي كنت عم بعملها يعني كمان اكتشفت مناطق كتير حلوه بالجبال ما اني كنت رايح عليها. وحتى بالبايك او على خلال الركض واحد بشوف الطبيعه والطرقات والمناطق بشكل كتير مختلف، حتى بيتعرف على الناس بهالضيعة الحلوه بلبنان. كان صعب اختيارك، هو مش مين ما كان بيقدم للمشاركة بياخدوه صحيح؟ كانت الشروط صعبة، كيف تم الاختيار؟ هو عدد المشاركين بهذا السباق ما لازم يتخطى ال 250 مشترك، حاطين كوتا نظرا لوجود هيدا السبق بمنطقه نائيه بسويسرا والليمتد سبورت يلي بيقدر يقدمه الاورجنايزر، ونظرا لصعوبة هذا اللوجيستيكلي بجبال الألب يقدروا يسيطروا على الوضع. صحيح، هن بنقوا 125 شخص من سويسرا و125 شخص من باقي أنحاء العالم. بيتنقوا حسب الكواليفيكيشنز. من بعدها بيصير في سحب للقرعة،
تيقدروا ينقوا هال 125. دونك ببارت معين كنت حاضر وببارت تاني كمان كنت محظوظ يعني. صحيح. في ناس بقدموا لسنتين وثلاثه تيقدروا يكونوا عم يقدروا يشاركوا بهالسبق المميز. ودونك هالسنه كانت من حظي ومن حظ لبنان تكون عم مثل لبنان بهالسبق العالمي يلي عم بيشارك فيه أكثر من 60 دولة من حول العالم. حلو. وأول مرة عم بيكون لبنان اسمه موجود بين هالدول. ونتمنى كمان يعني أقدر حقق نتيجة. نحن مشان هيك عم نضوي على هالموضوع لأنه فخر لنا يكون في شاب لبناني يعطي مثال لتلاميذه. أول شيء إذا خاضوا هيدي التجربة يعني يقدروا يكفوا بنفس الاندفاع اللي كل سنة معودنا على هالنشاطات اللي بتقوم فيها. Good luck بدنا نقول لك. فإذا الموعد 22 حزيران وإن شاء الله بترفع اسم لبنان بالعالي وبتكون الفائزين. مرسي. نعطينا الصور كمان شو ما كانت النتيجة اللي رح تحققها. نحن فخورين فيك أكيد. وإن شاء الله إذا مش هيدي السنة سنين اللي بعدها. بعد في كتير سنين صح؟ بالتأكيد. دكتور ليندوس داو شكرا لك على حضورك معنا.